بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم اعزائي الطلبه في محاضره جديده، وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي. اتمنى تشتركون بالقناه وتشاركون هذه الفيديوهات لزملائكم، لانه هواي اكو طلاب ما يعرفون بهذه الدروس. طلابنا الاعزاء، ان شاء الله بهذا اليوم راح نبدي ندرس اساسيات وشغلات مهمه. طبعا انت مثل ما تعرف وكما هو معروف انه عدد الحروف طلابنا الاعزاء حروف اللغة الإنجليزية عددهن شقد؟ 26. 26 هذا هو طلابنا الأعزاء، هذا هو عدد الحروف. ويا أنت لا، هذا هو عدد الحروف اللي هو 26 حرف. اللغة الإنجليزية تحتوي على 26 حرف، هذا هو كما معروف. زين عيني؟ زين. اما عدد الاصوات، كم صوت عندنا باللغه الانجليزيه؟ من يجاوبني بالتعليقات؟ من يجاوبني كم صوت عندنا باللغه الانجليزيه؟ 44 صوت. اذا باللغه الانجليزيه عندنا 44 صوت. خليك وياي، هاي ال 44 صوت تقسم الى قسمين، صوت عله وصوت صحيح. العله يسمونه فاول، شو يسمون العله طلاب بالانجليزي؟ يسمونه فاول. طبعا هذا الكلام موجود بكتابك، هذا الكتاب، كتابنا هذا اللي ندرس عليه، كتاب الصوت هذا مثل ما تشوفه، هذا هو. شوف ايه هذه كلمه فاول، هذه هي كلمة vowel، شوفها علة V-O-V-O-W-E-L-S vowels. شنو معنى vowels طلاب؟ شنو معناها بالتعليقات؟ جاوبني. vowels معناها علة، أحسنت، vowel معناها علة. زين، العلة ايش قد عددهم طلاب؟ ايش قد عدد العلة عيني؟ خليك وياي، ايش قد عدد العلة؟ ايش قد عدد العلة طلاب؟ عدد العلة هو 20 صوت. 20 صوت، عدد العلة هو 20. الصحيحة عددهم 24. الصحيحة عددهم 24. اذا ال 44 صوت. زين، شنو صوت بالانجليزي؟ ساوند. كلمة ساوند معناها صوت، او فونيم، او يسمونها اسم اخر فونيم. فونيمز يعني اصوات، او ساوند نفس الشيء، فونيم او فونيم او ساوند يعني صوت. طبعا هو شوي النت ضعيف يعني، وهواي صار عدد بالميت، لذلك الصوت يقطع. صحيح والله، انا دا الاحظ هذا الشيء. زين، هسه طلاب عيني وياي، هاي المعلومات اساسيه. الفاول عددها 20، الصحيحه عددها 24، الاصوات كلها عددها 44 صوت. الأصوات كلها عددها 44 صوت. هذه ملاحظة مهمة. هسه وياي طلاب، بلا زحمة عليكم، وياي طلع لي آخر صفحة بالكتاب، صفحة 149. 149 هاي الصفحة، صفحة 149. اي هاي الصفحة، حتى لو ما عندك كتاب حاول تكتبها يمك. 149 هاي الصفحة جدا مهمة، هاي بيها تعاريف الكتاب كلش مهمة. الكتاب موجود عيني، نزلت لكم اياه بالقناة، اللي ما عنده كتاب يقدر ينزل هذا الكتاب، كتاب كلش مهم. هذا الكتاب جدا جدا مهم، كتابك الصوت مال المرحلة الاولى ضروري جدا تنزله. اكو عندك تعاريف بنهاية الكتاب، هاي التعاريف كلش مهمة، لازم نحفظن كلهم.
هاي التعاريف لازم ينحفظون 149 و150 149 و150 هاي التعاريف جدا جدا مهمة. هاي التعاريف جدا مهمة. فطلابنا الأعزاء بعد ما أخذت لكم هسه قبل شوية مقدمة عن الأصوات، لأن الأصوات تقسم إلى 44 الأصوات عددهم 44 صوت. فونيمز الفونيمز أو الساوند هي نفس الصوت. الفاول العلة عددهم 20 والكونسننت عددهم 24. هاي أساسيات لازم تعرفونها. زين هسه ايش راح ندرس؟ هسه راح نعرف شلون تخرج أصوات الأصوات، شلون تنطق، يعني شلون ننطق هذه الأصوات. ننطقها عن طريق شيء اسمه السبيتش، الأورجنز أوف سبيتش، اللي هي الأورجنز أوف سبيتش اللي هي أعضاء النطق، أعضاء النطق اللي هي اللسان والفم. هذه الأشياء هم مهمة بمادة الصوت، تجيك تعاريف وهواي أشياء وهواي تجي عليها بالامتحان. هذا الرسم لازم ينحفظ، هذا الرسم لازم تحفظه، حفظ 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 لازم تحفظه. طبعا هذا الرسم مثل ما تشوف قدامك، إيه هاي الشفتين، هاي اللبس، هاي الشفاه، شوف عندنا شفاه علوية وشفاه سفلية. هذه خليك وياها، هاي هم مهمة. زين عيني هاي الشفتين، هاي ملاحظة خليك وياها، يعني ركز عليها. زين عيني ركز على هاي زين هذه يسمونها اللبس. هذه الشفتين هنا، هذه هنا، هذه الأسنان تيث، هذه التيث، شوفها الأسنان التيث، هذه معروفة. زين نجي هاي المنطقة، إيه هاي المنطقة اللي هنا، هاي المنطقة اسمها التانك، هاي اللسان مثل ما أنت تعرفه اللسان. اللسان يقسم إلى ثلاث مناطق أو أربع مناطق، التب والبليد والبادي والروت. مناطق اللسان، اللسان يتقسم إلى مناطق، هاي تنحفظ. هنا عندنا هاي المنطقة اسمها البالت، البالت يعني شنو؟ يعني سقف الحلق. هاي المنطقة البالت، هاي يسمونها البالت، هاي سقف الحلق، هذه اسمها البالت. البالت يعني سقف الحلق. البالت تقسم الى الالفيلر ريدج والى الالفيلر ريدج والهاربالت والفوليوم، او يسمونه السوفت بالت. زين شوفوا شلون يتقسم، هذه المنطقه اسمها سقف الحلق. هاي النيزل كافيتي، هاي المنطقه الانفيه، هاي المنطقه الانفيه. زين ننزل جوا، عندنا هنا الفارينكس، هاي المنطقه اسمها منطقه الفارينكس، وهذا هو الفوكال كورتس، هنا تصير الحبال الصوتية، هاي الفوكال كورتس اللي هي الحبال الصوتية. هذا الرسم تحفظه مع التأشيرات، هذا الرسم تحفظه حفظ مع التأشير، تحفظ تأشيراته. وراح أدزلكم صورة أخرى، راح أدزلك صورة أخرى للتوضيح، راح أدزلك النوب بعد صورة أخرى حتى توضح المادة عندك، بعد صورة أخرى حتى أوضحها إليك. خليك وياي. خلي نشوف إذا أكو سؤال أو استفسار بالتعليقات. سد الكاميرات عيني طلاب بلا زحم عليكم، سد الكاميرات. جيد. هذا الرسم طلاب مهم. اي نعم راح اعيد لكم الشرح طلاب عيني، راح اعيد لكم الشرح. اي هو صحيح، بي شوي هواي بي شرح، يعني تحس احياء صح كلام. هذه المنطقة اللي تشوفها هنا، هذه اسمها الاورال كافيتي، هذه الفوق، هاي الهار البالت، هاي البالت اللي هي تقسم الى الالفيلر ريدج والهارت بالت او الفوليوم. زين عيني هذه الفارينكس البلعوم، هذه اللارينكس الحنجرة،
زين راح اعيدها النوب مره اخرى. شوف يعني هو هن تقريبا متشابهات. هذه الجلوتس يسمونها فتحه المزمار، هذه هي الفوكال فوتس الحبال الصوتيه اللي تكون بداخلها فتحه، هذه هي اللارينكس اللي هي هذه الحنجره. هذا الرسم، هذا الرسم جدا مهم. والله ما تنجح بصوت ولا تفتهم الصوت اذا ما تحفظ هذا الرسم. والله اللارينكس الحنجره، السوفت بالت هذه هي هنا، هنا المنطقه تكون الهارد بالت هذه وينها، وهذه هي منطقه الالفيلر ريدج. الالفيلر ريدج طبعا من نقول احنا تي نقول مثلا ن ن ن صوت الن. هسه طلاب حاول تنطق وياي صوت الن. طبعا انت من تريد تنطق صوت الن اللسان راح يلامس هاي المنطقه يسمونها الالفيلر ريدج. ن ن الفيلر ريدج، اللسان راح يلامس هاي المنطقه يسمونها الالفيلر ريدج. ن هذه وينها؟ ن. هسه انت من تقول ن اللسان مالتك يلامس هاي المنطقة نه. زين هسه طلاب ركز وياي بلا زحمة عليك، راح اشرح لك فقرة مهمة. ركز وياي بلا زحمة عليك، خليك وياي راح اشرح لك نقطة مهمة جدا مهمة، تابع وياي طلاب. هذه اللي تشوفها قدامك اي هذه اسمها السوفت بالت او الفوليوم، اسمها السوفت بالت، سوفت بالت او الفوليوم. اي هاي المنطقه هذه تشوفونها ان شاء الله طلاب، الفوليوم هاي المنطقه اللي هي اسمها الفوليوم او السوفت بالت. هاي المنطقه مثل الكاك، هيك راح اسميها، مثل الحنفيه، هاي اللي راح تتحكم بالهواء. هذه هي اللي راح تتحكم بالهواء، يا اما الهواء يخرج من خلال الفم او يخرج من خلال الانف. يعني بعباره اخرى السوفت بالت هي اذا ارتفعت لي فوق، اذا ارتفعت لي فوق هاي المنطقه هذه، اذا ارتفعت لي فوق الهواء راح يخرج من خلال الفم، واذا انخفضت لي جوه، اذا نزلت لي جوه الهواء راح يخرج من خلال الانف. لذلك انا قلت لكم اسميها مثل الكاك، سميها مثل الحنفية، مثل المنظم اللي هي راح ينظم الهواء. إذا ارتفعت فوق يمر الهواء من خلال الفم، إذا انخفضت جوه الهواء راح يمر من خلال الأنف. هذا الهواء اللي يخرج من الرئتين، يخرج من الرئتين يمر بالفوكال فوتس، يمر باللارينكس، بالفارينكس، ثم هنا راح ينقسم، يا أما يروح للنيزل أو يا أما راح يدخل لي جوه على اللبس على الشفتين، واحدة من هذه الحالات، واحدة من هذه الحالات. نعم هاي المحاضرة تنزل، نعم لارينكس معناها حنجرة، فارينكس يعني بلعوم، فارينكس يعني البلعوم، لارينكس يعني الحنجرة. هاي الرسم، هذا الرسم ينحفظ، هذا الرسم مهم جدا جدا جدا، هذا الرسم لازم تحفظه. هاي الصورة نزلت لكم اياها بالقناة، نزلت لكم هاي الصورة بالقناة، تنزل هاي الصورة وتحفظ هذا الرسم. لهنا احد عنده سؤال؟ احد عنده استفسار؟ فتحت لكم المايك عيني، اللي يريد يفتحه اللي يحشي مايك خليه يتكلم. اي نعم هذا الرسم كله انحفظ. استاذ احنا يعني نريد الكل عضو تعريف هيك يعني استاذ. اي غير تحفظون الرسم وتندلون مكانه، يلا نعطيكم التعريف يصير قبل. استاذ يعني احنا مطلعين علينا شويه. لا 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 هذا الرسم اذا ما تحفظونه ما راح تقدرون تحفظون التعريف. اذا انت ما تندلين منطقة الالفيلر ريدج وينها، شلون راح تحفظين التعريف؟ وهو راح يقول لك الهارد بالت المكان مالته ما بين الالفيلر ريدج والفوليوم او سوفت بالت، وانت ما تندلين وين، معقوله راح تقدرين تجاوبين الجواب؟ لا، راح تحفظين التعريف وراح تنسينه وتقولين استاذ انا انسى. لا انت ما تنسين، انت ما حافظ الرسم. اللي يحفظ الرسم ما راح تواجه مشكله. انا هاي الماده نعم نعم شلون يجي
الرسم يجيك، الرسم يجيك draw، ارسم ارسم the speech organs، the speech organs ارسم اعضاء النطق. راح انزل لكم هذا السؤال بالتعليقات. استاذ مطلوب من عندنا نشرح شلون يتم عمليه الصوت؟ اي طبعا، بس مو من يقول لك explain او يقول لك draw ارسم or organs of speech. شلون ترسمين هذا الرسم؟ طبعا انا ما اريد من عندك تنزلينه نصا نصا مثل ما هو، ما اريده هيك نصا، يعني انت من اريد ابلش بيه البداية الصحيحة، البداية الصحيحة حتى لو انت تباوعين علي تكتبين علي شكل مقرب، شكل قريب علي، يعني بس ارسم الفم والانف وارسم الرأس واشر علي تأشيرات، وبعدين بفد 10 مرات 15 مرة اعيد علي مرتين 3 مرات 4 مرات، كثرة المحاولات راح تخليش تحفظين هذا الرسم. طبعا احنا ما نريد من عندكم بالامتحان جيبه نصا، هي مو هندسة، هي بس مهم تعرف أشكال، أهم شيء تندل الفرونت وينها، تندل الجلوتس، تندل اللارينكس، أهم شيء هذه الأشياء، مو بالضرورة تجيبها نصاً. أهم شيء التأشيرات أهم. فطلابنا الأعزاء، بعد ما أخذت لكم هسه قبل شوية مقدمة عن الأصوات، لأن الأصوات تقسم إلى 44 الأصوات، عددهم 44 صوت. فونيمز، الفونيمز أو الساوند هي نفس الصوت. الفاول العلة عددهم 20، والكونسننت عددهم 24. هاي أساسيات لازم تعرفونها. زين هسه ايش راح ندرس؟ هسه راح نعرف شلون تخرج أصوات، الأصوات شلون تنطق، يعني شلون ننطق هذه الأصوات. ننطقها عن طريق شيء اسمه السبيتش، الأورجنز أوف سبيتش، اللي هي الأورجنز أوف سبيتش اللي هي أعضاء النطق، أعضاء النطق اللي هي اللسان والفم. هذه الأشياء هم مهمة بمادة الصوت، تجيك تعاريف وهواي أشياء هواي تجي عليها بالامتحان. هذا الرسم لازم ينحفظ، هذا الرسم لازم تحفظه، حفظ 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 لازم تحفظه. طبعا هذا الرسم مثل ما تشوف قدامك، إيه هاي الشفتين، هاي اللبس، هاي الشفاه، شوف عندنا شفاه علوية وشفاه سفلية، هذه خليك وياها، هاي هم مهمة. زين عيني، هاي الشفتين، هاي ملاحظة خليك ويا، يعني ركز عليها. زين عيني، ركز على هاي زين، هذه يسمونها اللبس، هذه الشفتين هنا، هذه هنا، هذه الأسنان تيث، هذه التيث، شوفها الأسنان التيث، هذا معروفة. زين نجي هاي المنطقة، اي هاي المنطقة اللي هنا، هاي المنطقة اسمها التانك، هاي اللسان مثل ما انت تعرفه، اللسان، اللسان يقسم الى 3 مناطق او 4 مناطق، التب والبليد والبادي والروت، مناطق اللسان، اللسان يتقسم الى مناطق، هاي تنحفظ. هنا عندنا هاي المنطقة اسمها البالت، البالت يعني شنو؟ يعني سقف الحلق، هاي المنطقة البالت، هاي يسمونها البالت، هاي سقف الحلق، هذه اسمها البالت، البالت يعني سقف الحلق. البالتي تقسم الى الالفيلر ريدج والى الالفيلر ريدج والهاربالت والفوليوم، او يسمونه السوفت بالت. زين شوفوا شلون يتقسم، هذه المنطقه اسمها السقف الحلق، هاي النيزل كافيتي، هاي المنطقه الانفيه، هاي المنطقه الانفيه. زين ننزل جوا، عندنا هنا الفارينكس، هاي المنطقه اسمها منطقه الفارينكس، وهذا هو الفوكال كورتس، هنا تصير الحبال الصوتية، هاي الفوكال كورتس اللي هي الحبال الصوتية. هذا الرسم تحفظه مع التأشيرات، هذا الرسم تحفظه حفظ مع التأشير، تحفظ تأشيراته. وراح أدزلكم صورة أخرى، راح أدزلك صورة أخرى للتوضيح، راح أدزلك النوب بعد صورة أخرى حتى توضح المادة عندك، بعد صورة أخرى حتى أوضحها إليك. خليك وياي. خلي نشوف إذا أكو سؤال أو استفسار بالتعليقات. سد الكاميرات عيني طلاب، بلا زحم عليكم، سد الكاميرات. جيد.
هذا الرسم طلاب مهم. اي نعم راح اعيد لكم الشرح طلاب عيني، راح اعيد لكم الشرح. اي هو صحيح بي بي شوي هواي بي شرح يعني تحسه احياء صح كلامك. هذه المنطقه اللي تشوفها هنا هذه اسمها الاورال كافيتي، هذه الفوق هاي الهار البالات، هاي البالات اللي هي تقسم الى الالفيولار ريدج والهارت بالات او الفوليوم زين عيني، هذه الفارينكس البلعوم، هذه اللارينكس الحنجره زين. راح اعيدها النوب مرة اخرى، شوف يعني هو هنا تقريبا متشابهات، هذه الجلوتس يسمونها فتحة المزمار، هذه هي الفوكال فوتس الحبال الصوتية اللي تكون بداخلها فتحة، هذه هي اللارنكس اللي هي هذه الحنجرة. هذا الرسم جدا مهم، والله ما تنجح بصوت ولا تفتهم الصوت اذا ما تحفظ هذا الرسم والله. اللارنكس الحنجرة السوفت بالت هذه هي هنا المنطقة تكون، الهارت بالات هذه وينها، وهذه هي منطقة الالفيولار ريدج. الالفيولار ريدج طبعا من نقول احنا تي نقول مثلا ن ن ن صوت الن، هسه طلاب حاول تنطق وياي صوت الن، طبعا انت من تريد تنطق صوت الن اللسان راح يلامس هاي المنطقة يسمونها الالفيولار ريدج، ن ن الالفيولار ريدج اللسان راح يلامس هاي المنطقة يسمونها الالفيولار ريدج ن، هذه وينها ن، هسه انت من تقول ن اللسان مالتك يلامس هاي المنطقه ن زين. هسه طلاب ركز وياي بلا زحمه عليك، راح اشرح لك فقره مهمه، ركز وياي بلا زحمه عليك، خليك وياي راح اشرح لك نقطه مهمه جدا مهمه، تابع وياي طلاب. هذه اللي تشوفها قدامك اي هذه اسمها السوفت بالت او الفوليوم، اسمها soft palate، soft palate أو volume، إيه هاي المنطقة هذه تشوفونها إن شاء الله طلاب، volume هاي المنطقة اللي هي اسمها volume أو soft palate. هاي المنطقة مثل الكاك، هيك راح أسميها مثل الحنفية، هاي اللي راح تتحكم بالهواء، هذه هي اللي راح تتحكم بالهواء، يا اما الهواء يخرج من خلال الفم او يخرج من خلال الانف، يعني بعباره اخرى السوفت بالات هي اذا ارتفعت لي فوق، هاي المنطقه هذه اذا ارتفعت لي فوق الهواء راح يخرج من خلال الفم، واذا انخفضت لي جوه، اذا نزلت لي جوه الهواء راح يخرج من خلال الانف. لذلك انا قلت لكم اسميها مثل الكاك، سميها مثل الحنفيه، مثل المنظم اللي هي راح ينظم الهواء، اذا ارتفعت فوق يمر الهواء من خلال الفم، اذا انخفضت جوه الهواء راح يمر من خلال الانف. هذا الهواء اللي يخرج من الرئتين، يخرج من الرئتين يمر بالفوكال فوتس، يمر باللارينكس بالفارينكس، ثم هنا راح ينقسم، يا اما يروح لي النيزل او يا اما راح يدخل لي جوا على اللبس على الشفتين، وحده من هذه الحالات، وحده من هذه الحالات. نعم هاي المحاضره تنزل، نعم لارينكس معناها حنجره، فارينكس يعني بلعوم، فارينكس يعني البلعوم، لارينكس يعني الحنجره. هاي الرسم، هذا الرسم ينحفظ، هذا الرسم مهم جدا جدا جدا، هذا الرسم لازم تحفظه. هاي الصورة نزلت لكم اياها بالقناة، نزلت لكم هاي الصورة بالقناة، تنزل هاي الصورة وتحفظ هذا الرسم. لهنا احد عنده سؤال، احد عنده استفسار؟ فتحت لكم المايك عيني، اللي يريد يفتح يشو مايك خليه يتكلم.
اي نعم هذا الرسم كله انحى. استاذ احنا يعني نريد الكل عضو تعريف ليش يعني استاذ. اي غير تحفظون الرسم وتندلون مكانه يلا نعطيكم التعريف يصير قبل. استاذ يعني احنا مطلعين عليه هنا شويه. لا 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 هذا الرسم اذا ما تحفظونه ما راح تقدرون تحفظون التعريف. اذا انت ما تندلين منطقة الالف للرج وينها شلون راح تحفظين التعريف؟ وهو راح يقول لك الهارد بالت المكان مالته ما بين الالف للرج والفوليوم او سوفت بالت وانت ما تندلين وين. معقوله راح تقدرين تجاوبين الجواب؟ لا راح تحفظين التعريف وراح تنسينه وتقولين استاذ انا انسى. لا انت ما تنسين انت ما حافظ الرسم. اللي يحفظ الرسم ما راح تواجه مشكله. أنا هاي المادة نعم نعم الرسم يجيك الرسم يجيك draw ارسم ارسم the speech organs the speech organs ارسم أعضاء النطق. راح أنزلكم هذا السؤال بالتعليقات. استاذ مطلوب من عندنا نشرح شلون يتم عمليه الصوت. اي طبعا بس مو من يقول لك اكسبلين او يقول لك درا ارسم اور اورجنز اوف سبيتش. شلون ترسمين هذا الرسم؟ طبعا انا ما اريد من عندك تنزلينه نصا نصا مثل ما هو. ما اريده هيك نصا يعني انت من اريد ابلش بيه البدايه البدايه الصحيحه حتى لو انت تباوعين علي تكتبين علي شكل مقرب شكل قريب علي يعني بس ارسم الفم والانف وارسم الراس واشر علي تاشيرات وبعدين بفد 10 مرات 15 مره اعيد علي مرتين ثلاث مرات اربع مرات كثره المحاولات راح تخليش تحفظين هذا الرسم. طبعا احنا ما نريد من عندكم بالامتحان جيبه نصا هي مو هندسه هي بس مهم تعرف اشكال. اهم شيء تندل الفرونت وينها تندل الجلوتس تندل اللارينكس اهم شيء هذه الاشياء مو بالضرورة تجيبها نصا. اهم شيء التأشيرات اهم. فطلابنا الاعزاء بعد ما اخذت لكم هسه قبل شوية مقدمة عن الاصوات لان الاصوات تقسم الى 44 الاصوات عددهم 44 صوت فونيمز الفونيمز او الساوند هي نفس الصوت الفاول العلة عددهم 20 والكونسننت عددهم 24 هاي اساسيات لازم تعرفونها زين. هسه ايش راح ندرس؟ هسه راح نعرف شلون تخرج اصوات الاصوات شلون تنطق يعني شلون ننطق هذه الاصوات ننطقها عن طريق شيء اسمه السبيتش الاورجنز اوف سبيتش اللي هي الاورجنز اوف سبيتش اللي هي اعضاء النطق اعضاء النطق اللي هي اللسان والفم. هذه الاشياء هم مهمه بماده الصوت تجيك تعاريف وهواي اشياء هواي تجي عليها بالامتحان. هذا الرسم لازم ينحفظ هذا الرسم لازم تحفظه حفظ 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 لازم تحفظه. طبعا هذا الرسم مثل ما تشوف قدامك إيه هاي الشفتين هاي اللبس هاي الشفاه شوف عندنا شفاه علويه وشفاه سفليه هذه خليك ويا هاي هم مهمه زين عيني هاي الشفتين هاي ملاحظه خليك ويا يعني ركز عليها زين عيني ركز على هاي زين هذه يسمونها اللبس هذه الشفتين هنا هذه هنا هذه الاسنان تيث هذه التيث شوفها الاسنان التيث هذا معروفه زين. نجي هاي المنطقه اي هاي المنطقه اللي هنا هاي المنطقه اسمها التنغ هاي اللسان مثل ما انت تعرفه اللسان اللسان يقسم الى ثلاث مناطق او اربع مناطق التب والبليد والبادي والروت مناطق اللسان اللسان يتقسم الى مناطق هاي تنحفظ. هنا عندنا هاي المنطقة اسمها البالت البالت يعني شنو يعني سقف الحلق هاي المنطقة البالت هاي يسمونها البالت هاي سقف الحلق هذه اسمها البالت البالت يعني سقف الحلق. البالت تقسم الى الالفيلر ريدج والى ال 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 الالفيلر ريدج والهاربالت والفوليوم او يسمونها السوفت بالت زين. شوفوا شلون يتقسم هذه المنطقة اسمها سقف الحلق هاي النيزل كافيتي هاي المنطقة الأنفية هاي المنطقة الأنفية زين. ننزل جوا عندنا هنا الفارينكس هاي المنطقة اسمها منطقة الفارينكس وهذا هو الفوكال كورتس هنا تصير الحبال الصوتية
هاي الفوكال كورتس اللي هي الحبال الصوتيه، هذا الرسم تحفظه مع التأشيرات، هذا الرسم تحفظه حفظ مع التأشير، تحفظ تأشيراته. وراح ادزلكم صوره اخرى، راح ادز لك صوره اخرى للتوضيح، راح ادز لك النوب بعد صوره اخرى حتى توضح الماده عندك، بعد صوره اخرى حتى اوضحها لك. خليك وياي. خلي نشوف اذا اكو سؤال او استفسار بالتعليقات. سد الكاميرات عيني طلاب، بلا زحم عليكم، سد الكاميرات. جيد. هذا الرسم طلاب مهم. اي نعم راح اعيد لكم الشرح طلاب عيني، راح اعيد لكم الشرح. اي هو صحيح، بي شوي هواي بي شرح، يعني تحسه احياء صح كلامك. هذه المنطقه اللي تشوفها هنا هذه اسمها الاورال كافيتي، هذه الفوق هاي الهار البالت، هاي البالت اللي هي تقسم الى الالفيولار ريدج والهارت بالت او الفوليوم. زين عيني، هذه الفارينكس البلعوم، هذه اللارينكس الحنجره. زين راح اعيدها النوب مره اخرى، شوف يعني هو هن تقريبا متشابهات. هذه الجلوتس يسمونها فتحه المزمار، هذه هي الفوكال فوتس الحبال الصوتيه اللي تكون بداخلها فتحه، هذه هي اللارنكس اللي هي هذه الحنجره. هذا الرسم جدا مهم، والله ما تنجح بصوت ولا تفتهم الصوت اذا ما تحفظ هذا الرسم. والله اللارنكس الحنجره، السوفت بالت هذه هي هنا المنطقه تكون، الهارت بالت هذه وينها، وهذه هي منطقة الالفيولار ريدج. الالفيولار ريدج طبعا من نقول احنا تي، نقول مثلا ن ن ن، صوت الن. هسه طلاب حاول تنطق وياي صوت الن. طبعا انت من تريد تنطق صوت الن، اللسان راح يلامس هاي المنطقة، يسمونها الالفيولار ريدج، ن ن الالفيولار ريدج، اللسان راح يلامس هاي المنطقة يسمونها الالفيولار ريدج، ن هذه وينها ن. هسه انت من تقول ن اللسان مالتك يلامس هاي المنطقه ن. زين هسه طلاب ركز وياي بلا زحم عليك، راح اشرح لك فقره مهمه، ركز وياي بلا زحم عليك، خليك وياي راح اشرح لك نقطه مهمه جدا مهمه، تابع وياي طلاب. هذه اللي تشوفها قدامك اي هذه اسمها السوفت بالت او الفوليوم، اسمها soft palate، soft palate او الفوليوم. اي هاي المنطقة هذه تشوفونها ان شاء الله طلاب، الفوليوم هاي المنطقة اللي هي اسمها الفوليوم او soft palate. هاي المنطقة مثل الكاك، هيك راح اسميها، مثل الحنفية، هاي اللي راح تتحكم بالهواء، هذه هي اللي راح تتحكم بالهواء، يا اما الهواء يخرج من خلال الفم او يخرج من خلال الانف. يعني بعباره اخرى السوفت بالات هي اذا ارتفعت لي فوق هاي المنطقه، اي هذه اذا ارتفعت لي فوق الهواء راح يخرج من خلال الفم، واذا انخفضت لي جوه، اذا نزلت لي جوه الهواء راح يخرج من خلال الانف. لذلك انا قلت لكم اسميها مثل الكاك، سميها مثل الحنفيه، مثل المنظم اللي هي راح ينظم الهواء. اذا ارتفعت فوق يمر الهواء من خلال الفم، اذا انخفضت جوه الهواء راح يمر من خلال الانف، هذا الهواء اللي يخرج من الرئتين.
يخرج من الرئتين، يمر بالفوكال فودز، يمر باللارينكس، بالفارينكس، ثم هنا راح ينقسم، يا اما يروح للنيزل او يا اما راح يدخل لي جوا على اللبس على الشفتين، وحده من هذه الحالات، وحده من هذه الحالات. نعم هاي المحاضره تنزل، نعم لارينكس معناها حنجره، فارينكس يعني بلعوم، فارينكس يعني البلعوم، لارينكس يعني الحنجره. هاي الرسم، هذا الرسم ينحفظ، هذا الرسم مهم جدا جدا جدا، هذا الرسم لازم تحفظه. هاي الصوره نزلت لكم اياها بالقناه، نزلت لكم هاي الصوره بالقناه، تنزل هاي الصوره وتحفظ هذا الرسم. لهنا احد عنده سؤال؟ احد عنده استفسار؟ فتحت لكم المايك عيني، اللي يريد يفتح يحشي مايك خليه يتكلم. اي نعم هذا الرسم كله انحفظ. استاذ احنا يعني نريد الكل عضو تعريف هيك يعني استاذ. اي غير تحفظون الرسم وتندلون مكانه، يلا نعطيكم التعريف، يصير قبل. احنا مطلعين عليه شوي. لا لا لا، هذا الرسم اذا ما تحفظونه ما راح تقدرون تحفظون التعريف. اذا انت ما تندلين منطقه الالف للرج وينها، شلون راح تحفظين التعريف؟ وهو راح يقول لك الهارد بالت المكان مالته ما بين الالف للرج والفوليوم او سوفت بالت، وانت ما تندلينه وين، معقوله راح تقدرين تجاوبين الجواب؟ لا، راح تحفظين التعريف وراح تنسينه وتقولين استاذ انا انسى. لا انت ما تنسين، انت ما حافظ الرسم، اللي يحفظ الرسم ما راح تواجه مشكله. انا هاي الماده نعم نعم الرسم يجيك، الرسم يجيك draw، ارسم ارسم the speech organs، the speech organs، ارسم اعضاء النطق. راح انزل لكم هذا السؤال بالتعليقات. استاذ مطلوب من عندنا نشرح شلون تتم عمليه الصوت. اي طبعا، بس مو من يقول لك اكسبلين او يقول لك درو ارسم اورجنز اوف سبيتش، شلون ترسمين هذا الرسم؟ طبعا انا ما اريد من عندك تنزلينه نصا نصا مثل ما هو، ما اريد هيك نصا، يعني انت من اريد ابلش بيه البداية الصحيحة، البداية الصحيحة حتى لو انت تباوعين علي تكتبين علي شكل مقرب، شكل قريب علي، يعني بس ارسم الفم والانف وارسم الرأس واشر علي تأشيرات، وبعدين بفد 10 مرات 15 مرة اعيد علي مرتين 3 مرات 4 مرات، كثرة المحاولات راح تخليش تحفظين هذا الرسم. طبعا احنا ما نريد من عندكم بالامتحان جيبه نصا، هي مو هندسة، هي بس مهم تعرف اشكال، اهم شيء تندل الفرونت وينها، تندل الجلوتس، تندل اللارينكس، اهم شيء هذه الاشياء، مو بالضروره تجيبها نصا. استاذ واهم شيء التاشير بالرسم، اهم شيء التاشيرات، اهم